السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف السادس الثانوي علمي. إن شاء الله النهاردة هناخد مسائل على الدرس الأول في الميكانيكا، محصلة قوتين تؤثران في نقطة. قبل ما نبدأ بالمسائل والأفكار، عاوز أفكرك بالقوانين. هتلاقي رابط شرح الدرس في الوصف. كان يا أستاذ معايا قوتين اتنين بيأثروا في نقطة، دي نقطة. في قوتين بيشدوا في النقطة دي. كان في قوة واحد وكان في قوة اتنين. الزاوية ما بين القوتين كنا بنسميها ايه؟ المحصلة يا أستاذ كانت بتبقى ما بين القوتين دول. هنا كده خط عمل المحصلة. وكانت بتصنع مع القوة الأولى زاوية اسمها ايه؟ وهنا قام طلع لي قانون للمحصلة. ايه قانون المحصلة؟ المحصلة بتساوي الجذر التربيعي للقوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد 2 القوة الأولى القوة الثانية جتا ي، يهدي الزاوية اللي بينهم. في مدرسين بيحبوا يكتبوها ح تربيع بتساوي ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع، على أساس بس إن هو إيه؟ شال الجذر وحطه أس 2 في اليمتين وخلاص، يعني ده أو ده الاتنين صح. وقانون اتجاه المحصلة اللي هي الزاوية هي، الزاوية هي دي يا شباب دي معناها الاتجاه. كنا بنقول إن ظا هي بتساوي القوة التانية جاية على القوة الأولى زائد القوة التانية جاتا ي، دوت قانون اتجاه المحصلة على القوة الأولى. طب افرض يا أستاذ إن هو قال إن المحصلة عاوز اتجاهها مع القوة التانية، كده أنت قدامك حل من اتنين. لا إما تقوم جايب هي، يعني مثلا كانت الزاوية ما بين القوتين 100 وأنت جبت هي لقيتها 80، يبقى الزاوية التانية كام؟ 20. لا إما تيجي في القانون وتبدل قاف 2 تخليها قاف 1 وقاف 1 تخليها قاف 2. يعني لو انت حبيت تجيب اتجاه المحصلة مع القوة التانية هتبقى قاف 1 جاية على قاف 2 زائد قاف 1 جتا ي. وكان هنا يا أستاذ في ملحوظة مهمة قوي. ايه هي الملحوظة يا أستاذ؟ لما يقول لك المحصلة عمودية على القوة الأولى يبقى الخانة اللي تحت دي بصفر، اللي هي قاف واحد زائد قاف اتنين جتا ي دي بتساوي صفر، ودي هتقابلنا في الحل. خلي بالكم دي مهمة الملحوظة دي. من القانون ده يا شباب طلع أربع خواص. إيه هما؟ قال افرض إن الزاوية بينهم كانت متعامدة. لو الزاوية بينهم متعامدة يعني 90 درجة، طب ما هو جتا 90 بصفر دول كلهم هيروحوا. فقال في حالة التعامد المحصلة في الحالة دي هتساوي جذر قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع. خلي بالك ان كل القوانين بتيجي من الاصل ده، يعني انت لو ناسي كل الحالات الخاصة اشتغل من الاصل عادي مفيش مشاكل. طب والاتجاه هنا يا أستاذ؟ قال لك الاتجاه انت قلت الزاوية 90، تمام، ده 90 بواحد بقى فوق هنا في قاف 2 وتحت جتا 90 بصفر دول راح كلهم بقى قاف 1، يبقى الاتجاه في حالة تعامد قوتين يعني القوتين كانوا متعامدتين مع بعض. قال المحصلة ده قانونها والاتجاه ده قانونه، ده قانون الاتجاه. قال طيب افرض ان قوتين كانوا في نفس الاتجاه. لما تكون القوة في نفس الاتجاه قال المحصلة في الحالة دي بتساوي جمعهم، يعني قوة في الاتجاه ده قوة في الاتجاه ده. طب اتجاه المحصلة هيكون ايه هنا؟ في نفس اتجاههم، في نفس ايه؟ اتجاههم. طب والزاوية بينهم كام؟
هنا الزاوية صفر. الزاوية هنا يا شباب الزاوية اللي بينهم صفر. طب ليه يا أستاذ المحصلة ساوت قاف واحد زائد قاف اتنين؟ احنا حضرتك لو حطينا دي واحد بقى جذر قاف واحد تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين زائد قاف اتنين تربيع. لو حللت دي ايه اللي هيحصل؟ هتبقى قاف واحد زائد قاف اتنين وقص كمان قاف واحد زائد قاف اتنين اللي هو قص اتنين. قص اتنين شال الجذر اداك جمعهم. بكل بساطة لو كانوا يا أستاذ في اتجاهين متضادين زي لعبة شد الحبل، قال لك في الحالة ديت إن الزاوية بينهم هتكون 180 والمحصلة هتساوي مطلق طرحهم. ليه حطينا مطلق؟ قال أنت لازم تحط مطلق عشان القوة تطلع بالنوع ما تطلعش بالسالب. طب كويس، والاتجاه مع كبير لعبة شد الحبل اللي قوته أكبر هو اللي بيشد الباقي عليه. فاضل آخر حاجة يا أستاذ لو كانت القوة متساوية. القوة متساوية دي مهمة جدا جدا جدا. قال هكتب له بس عشان المكان. لو كانت القوة متساوية المحصلة بتساوي 2 من القوة جتيه على 2 والاتجاه هنا اللي هو ظاهر ينصف الزاوية. يعني لو الزاوية كانت 200 يعني لو كانت الزاوية 200 المحصلة هنا هتمل بزاوية 100. وكان في ملحوظة مهمة في الجزئية دي بيقول إن كان الزاوية بين قوتين متساويتين 120 درجة فإن المحصلة بتساوي إحدى القوى. يعني لو كان معايا قوة بقاف وقاف والزاوية بينهم 120 يبقى المحصلة بكام؟ قال المحصلة واحدة منهم بقاف. دي يا شباب كان القوانين وأهم الملاحظات في القوانين. وحلينا على الدرس ده قبل كده وحلينا أكمل واختر عليه. النهاردة احنا هنجيب أشهر المسائل وأصعب المسائل في كتاب المعاصر. قوتان متلاقيتان في نقطة مقدارهما قاف واحد وقاف اتنين نيوتن ومحصلتهما ح نيوتن حيث ح تنتمي للفترة من 2 إلى 10 مغلقة والقوة الأولى هي اللي أكبر من القوة الثانية. أوجد قيمتي قاف واحد وقاف اتنين ثم أوجد المحصلة عندما يكون قياس الزاوية بينهم 120. طبعا يا شباب هو قال إن المحصلة تنتمي للفترة المغلقة 2 و10 تمام. هنا يا أستاذ القيمة الصغرى اللي هي بتكون طرحهم يبقى هنا قاف واحد ناقص قاف اتنين دي بتساوي 2 لأنه قال إن القوة الأولى هي كبيرة وقاف واحد زائد قاف اتنين دي ب10 تاني. دايما المحصلة يا أستاذ بتنتمي للفترة طرح القوتين وجمع القوتين. الرقم الأولاني ده دايما بيبقى قد طرحهم والرقم التاني بيكون قد جمعهم. أنا ترجمت السؤال يا أستاذ كل اللي عليا إني أشتغل عن طريق الحذف أو التعويض. أنا أشتغل بالحذف بالجمع على طول. 2 قاف واحد بتساوي 12 قاف واحد بتساوي 6 يبقى قاف 2 طلعت بكام؟ عوض في أي واحدة. هنا 6 زائد كام يديني 10؟ يبقى قاف 2 بتساوي 4. يبقى أنا كده جبت له قاف 1 وقاف 2. طب عايز يا أستاذ المحصلة لما تكون الزاوية بينهم 120 درجة. المحصلة بتساوي الجذر التربيعي للقوة الأولى أس 2 زائد القوة الثانية أس 2 زائد 2 في القوة الأولى في القوة الثانية في جتا 120. جتا 120 دي يا أستاذ بسالب نص، يعني الإشارة دي بقت سالب. يبقى المحصلة بتساوي الجذر 36 و16 52 ناقص
إلا 4 في 6 ب24، يبقى المحصلة يا أستاذ طلعت بتساوي جذر 28 2 جذر 7، ونشوف التمييز لو نيوتن نحط نيوتن، ولو كان ثقل كيلو جرام نحط ثقل كيلو جرام. إذا قسمت القوة الثلاثة التي مقاديرها 5 و10 و4 جذر 7 نيوتن في نقطة مادية، وكان قياس الزاوية بين خطي عمل القوتين الأولى والثانية يساوي 60، أوجد القيمة العظمى والصغرى لمقدار محصلة هذه القوة. أنت اديتني يا أستاذ قوة 5 وقوة 10 وقوة 4 جذر 7، وقلت إن دول الزاوية بينهم ي بتساوي 60 درجة، وعاوز القيمة العظمى والقيمة الصغرى. طب ما تمام، الموضوع سهل أوي، مفيش فيه حاجة من ده. أنا هخليهم قوة، هجيب محصلتهم. الاتنين الأولانيين دول أنا هجيب محصلتهم. ليه؟ علشان يبقى معايا قوتين اتنين، أقدر أجيب أكبر قيمة وأقدر أجيب أصغر قيمة. يبقى أنا دلوقتي أعمل إيه؟ هجيب محصلة بتساوي جذر القوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد اتنين في القوة الأولى في القوة الثانية في جتا الزاوية اللي بينهم. يبقى أنا كده جبت المحصلة، طلعت بكام المحصلة؟ كده جذر 125 دول راحوا، زائد 50 جذر 175 اللي هي 5 جذر 7. يبقى أكبر محصلة أو القيمة العظمى هتساوي جمعهم دول. كده يا شباب بقوا قوة واحدة اللي هي 5 جذر كام؟ 7. يبقى 5 جذر 7 زائد 4 جذر 7 اداني 9 جذر 7. طب وأصغر محصلة؟ 5 جذر 7 ناقص 4 جذر 7 اداني 1 جذر 7. مثال 23، قوتين مقدارهما 2 قاف والزاوية بينهم 120 درجة، أوجد قيمة قاف. في الحالات مقدار المحصلة يساوي قاف، اتجاه المحصلة عمودي على القوة الثانية، اتجاه المحصلة يميل بزاوية قياسها 45 درجة على القوة الثانية. المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين. بيقول إن كان في قوتين 2 وقف، وهي بتاعتي بتساوي 120 درجة. في الحالة الأولى بيقول هات قف عندما المحصلة تساوي قف. هو إمتى يا أستاذ المحصلة بتساوي إحدى القوتين؟ لما يكون يا أستاذ القوة دي متساوية. بطريق تاني واحد قال لا لا لا، أنا ما بعرفش الكلام ده، أنا بكتب قانون المحصلة، الجذر الأول للقوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد 2 القوة الأولى القوة الثانية جتا الزاوية اللي بينهم اللي هي اسمها ي. المحصلة كانت بقاف بتساوي، هو قايل ان المحصلة قاف جذر القوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد 2 في القوة الأولى في القوة الثانية جتا 120. هنشيل الجذر ده، هنحط أس 2 في الطرفين، قاف راحت لما عديت دي بإشارة مخالفة راحت، بقى هنا سالب 4 بتساوي 4 قاف في سالب نص جتا 120 بسالب نص. السالب ده راح مع ده، هنا على الاتنين فيها الاتنين، 4 بتساوي 2 قاف، يبقى قاف طلعت بتساوي 2. ده مقدار القوة. طب في الحالة التانية بيقول ان المحصلة عمودية على القوة التانية. كان يا أستاذ لما تكون المحصلة عمودية يعني هي بتسعين، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول القوة التانية زائد القوة الأولى
جتي دي بصفر، يبقى قاف زائد اتنين في نص بالسالب بتساوي صفر، يبقى قاف طلعت بتساوي واحد. طيب الحالة التالتة يا أستاذ، إذا كان اتجاه المحصلة يميل بزاوية قياسها 45 على القوة التانية، هنا بيقول إن ه بتساوي 45 درجة، نكتب القانون. ظاهر بتساوي القوة الأولى جاية على القوة التانية زائد القوة الأولى جت ي. إزاي يا أستاذ؟ القانون أنت مبدله. لا أنا مش مبدله، لأنه قال إن الزاوية دي مع القوة إيه؟ مع القوة التانية. واحد تاني قال طب ما أنا أشيل الـ 45 من الـ 120 وأشتغل. صح. ظاهر يبقى ظا 45 بواحد بتساوي القوة الأولى جا 120 على القوة التانية زائد القوة الأولى جتا 120. جتا 120 بجذر 3 على 2، 2 في جذر 3 على الاتنين على قاف زائد 2 في سالب نص، دول كده راحوا، بقى هنا سالب واحد، وسطين في طرفين، يبقى قاف ناقص واحد بتساوي جذر 3. يبقى قاف بتساوي جذر 3 زائد 1. النقطة الأخيرة، لو كانت المحصلة تنص في الزاوية، طب إمتى المحصلة تنص في الزاوية؟ لما يكون القوة متساوية، يبقى معنى كده في الحالة الرابعة إن القاف هتساوي 2. ليه؟ لأن المحصلة تنص في الزاوية، إذن القوة متساوية. نشوف سؤال مسألة 28، قوتان متساويتان في المقدار ومتلاقيتان في نقطة، ومقدار محصلتهما يساوي 12 ثقل كيلوغرام، وإذا عكس اتجاه إحداهما فإن مقدار المحصلة يساوي 6 ثقل كيلوغرام. أوجد مقدار كل من القوتين. كان فيه يا شباب قوتين متساويتين، هنا قاف وقاف، قال ان المحصلة بتاعتهم دي بتساوي 12، ولو عكسنا احدى القوتين، يعني بدل دي ما كانت ماشية كده، لا انا هخليها كده، يعني معنى كده ان الزاوية دي لو اسمها ايه هعكس، يبقى بقيت ال 180، أنا عكست دي، جبت اتجاهها كده، يعني دي 180 ناقص ي. قال المحصلة هنا دي بتساوي 6. بسيطة يا أستاذ، هما مسألتين اتنين مش أكتر. الأولانية القوة متساوية، يبقى معنى كده المحصلة بتساوي 2 من القوة جتا الزاوية اللي بينهم على الاثنين، وهنا نفس الكلام، ما هو قوة برضو متساوية، المحصلة بتساوي 2 من القوة جتا الزاوية اللي بينهم اللي هي 180 ناقص ي على الاثنين. طب تمام يا أستاذ، هنا هقسم على الاثنين، دي بقت 3، وهنا قاف 180 على الاثنين فيها 90 ناقص ي على الاثنين هي ي على اتنين، بقسم يا شباب كل حاجة على الاثنين، ما ينفعش واحد لوحده. كويس، جتا 90 ناقص ي، 90 ناقص ي ده هنا في الربع الأول، ده مكانها، بس التسعين بتغير الاسم، تكون جاي ي على اتنين، حساب مثلثات ولا ثانوي يا باشمهندسين. هنا برضو دي لما أقسمها على اتنين هتبقى 6 بتساوي ق جتا ي على اتنين. وهنا الناس قدامها حلين، لأما يقسموا المعادلة التانية على الأولى ويقوموا مطلعين ظ برقم ويجيبوا قيمة الزاوية ويقوموا معوضين بالزاوية دي هنا، لإما يا أستاذ يقوموا مربعين الطرفين وجمعين المعادلتين. طب الحلين عاوزينهم، الحل الأول إحنا قلنا إن ممكن نقسم دي الأولى
على الثانية تلاتة على ستة فيها النص، القاف دي راحت بقت دي ظا، رسمنا مثلث الظا مقابل على مجاور، ده طلعت بجذر كام؟ جذر خمسة، دي الزاوية ي ع اتنين. هنعوض يا أستاذ هنا أو هنا، نجيب قاف، يبقى تلاتة بتساوي قاف في واحد على جذر خمسة، يبقى قاف طلعت بتساوي تلاتة جذر خمسة. وناس تانية قالت لا، احنا ممكن نعمل حل تاني، بس الحل التاني ده خلي بالك أصعب شوية، يعني الحل اللي موجود في نموذج الإجابة أصعب مش أسهل. تاني احنا هنا عملنا ايه؟ قسمنا المعادلة على المعادلة، طلعنا ظا لأن جا على جتا ظا نص، يبقى الزاوية دي هي ايه؟ ع اتنين، واحد ع اتنين، وقمنا جايبين قيمة الوتر طلع جذر خمسة، وعوضناه في أي معادلة من الاتنين طلع معانا النتيجة. طيب احنا دلوقتي عايزين للطريق التاني يا أستاذ، هو عمل ايه؟ الطريق التاني بيقول ربع الطرفين بقت 36 بتساوي ق تربيع ج تربيع ي ع اتنين، ربع ده كمان بقت 9 بتساوي ق تربيع ج تربيع ي ع اتنين. اجمع المعادلتين، 36 زائد 9 كده 45 بتساوي ق تربيع ج تربيع ي ع اتنين زائد ق تربيع ج تربيع ي ع اتنين. وقام واخد ق تربيع مشترك وقال إن جا تربيع والجتا تربيع دول بواحد، تمام، هنشيل الـ 2 نجيب الجذر، يبقى قاف بتساوي 3 جذر 5. طبعا مش هينفع هنا نحط موجب أو سالب لأن مفيش قوة بالسالب، قوتين قاف و 2 قاف تؤثران في نقطة مادية وتحصران بينهما زاوية قياسها هي، ومقدار محصلتهم جذر خمسة قاف في ميم زائد واحد، وإذا أصبح قياس الزاوية بينهما 90 ناقص ي، فإن مقدار المحصلة جذر خمسة قاف في ميم ناقص واحد، اثبت أن الزاوية بتساوي ميم ناقص اتنين على ميم زائد واحد. مسألة تافهة على فكرة يا شباب، مش صعبة. في الحالة الأولى المحصلة بتساوي الجذر التربيعي للقوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع، قوتين هنا نفس الرمز، زائد 2 في القوة الأولى في القوة الثانية جت الزاوية اللي بينهم. هنشيل الجذر ده نحط هنا أس 2، 5 ق تربيع في م زائد 1 الكل أس 2 بتساوي 5 ق تربيع زائد 4 ق تربيع جتا ي. طبعا احنا نقدر هنا نكنسل القاف، بقت 5 في م زائد 1 اس 2 بتساوي 5 زائد 4 جتا ي. هنعدل 5 باشاره مخالفه وناخدها مشترك، اتبقى م زائد 1 اس 2 ناقص 5 بعد ما خدتها مشترك بقت كده بتساوي 4 جتا ي. طب في الحاله الثانيه هنشتغل نفس الكلام، المحصلة بتساوي اللي هي قيمتها جذر خمسة قاف في ميم ناقص واحد، الجذر التربيعي للقوة الأولى تربيع والقوة الثانية تربيع، ربعنا وجمعنا على طول، زائد اتنين للقوة الأولى القوة الثانية يبقى أربعة قاف تربيع جتا 90 ناقص ي اللي هي بجاي ي، جتا 90 ناقص ي اللي هي بجاي. هنربع الطرفين بقى 5 قوة تربيع في م ناقص 1 تربيع بتساوي 5 قوة تربيع زائد 4 قوة تربيع جاي. قسمنا على القوة بقى 5 م ناقص 1 تربيع بيساوي 5 زائد 4 جاي. نعدل 5 وناخدها مشترك، يبقى 5 في م ناقص 1 تربيع ناقص 1 بتساوي 4 جاي. لو قسمنا المعادلتين على بعض
ج على جتها تقوم مدياني ايه؟ ظن. يبقى انا هقسم 4 جاي على 4 جتي، 5 في مين ناقص 1 أس 2 ناقص 1 على 5 في مين زائد 1 أس 2 ناقص 1. الأربعة راحت والخمسة راحت، جاي على جتي دي زي هنا. لو فكينا القوس ده تربيع هيبقى مين تربيع؟ واحد موجب سالب اتنين مين ناقص واحد على مين تربيع زائد اتنين مين زائد واحد ناقص واحد. الواحد راح مع الواحد وفوق كمان بالمثل برضو، اخدنا المين مشترك اتبقى مين ناقص اتنين على خدنا برضو المين مشترك اتبقى مين زائد اتنين، كنسلنا المين بقت الزاي بتساوي مين ناقص اتنين على مين زائد اتنين. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.